صباح الفل، عاملين ايه واخباركم؟ معاكم عبد الله اشرف. النهارده 2/4/2015، 2/4/2015، حاليا الوقت الساعه 10:38 دقيقه، 10 الصبح. النهارده الخميس، صباح الفل. مش عايز بس حد يزعل مني عشان كان في قصص جاتلي، وانا كنت بصراحه واعد الناس ان انا هعمل القصص الاول بعد كده اكمل الاجزاء، بس لقيت ان يعني نخلي الجزء اول والتاني ورا بعض عشان الناس قالوا لي عايزين الاجزاء ورا بعض، فانا اسف. القصص اللي جاتلي قبل ديت تستنى شويه بس. النهارده باذن الله ارض العصفور الجزء الثاني. بصوا، ممكن الفيديو دوت ما ينزلش يوم الخميس لان القصه بتقعد معايا ممكن يومين ثلاثه، فاعذروني، وممكن تنزل يوم الخميس، الله اعلم، على حسب الوقت معايا. طب يا عبد الله، عايزين نبعت لك قصص، عندنا قصص وعايزين نبعت، نعمل ايه؟ بصوا، اللينك بتاع الفيسبوك تحت الفيديو، انزلوا تحت الفيديو هتلاقوا لينك صفحه الفيس، خشوا عليه وابعتوا لي رساله على الصفحه، او ممكن تنزلوا بوست في الصفحه على الصفحه بالقصه بتاعتكم. يعني الطريقة بسيطة جدا. القصة، بص، يعني اللي انا بكون عايزه من الناس القصة تكون مختلفة، مش حاجة شبه يونس، وايه تاني تبعتوها لي، حاولوا تخلوها باللغة العامية اكتر، بلاش اللغة العربية عشان اللغة العامية بتكون اسهل في القراية واللعب وكده. صاحب القصة اللي بيبعت لي القصة، أي حد بتناقش معاه بس وأكلمه لو في أحداث مش عجباني، أحداث عايز أبدلها، أحداث ببدل فيها، عادي بنتكلم وبنتناقش يعني. تمام كده؟ يلا بينا نبدأ. فاكرني طبعا، مش محتاج احكي ياما، ما انا اصحابي ما صدقوش نفسهم لما سمعوا ان الحكايه دي اتذاعت على النت. انا مين؟ انا حسين احمد فكري، ابلغ من العمر 17 سنه. القصه زي ما قلت فيها احداث حقيقيه، مش كلها تأليف، في منها تأليف ولكن مش كلها حقيقية ومش كلها تأليف. لما قلت ان صحابي عايشين، معنى ذلك ان يعني صحابي لسه عايشين وسمعوها. بس مش كلهم الحيين، الله يرحمه. ممكن يكون في ناس ياما ما يعرفوش القصه بتتكلم عن ايه. القصه بتتكلم عن ارض ملعونه، ارض ملعونه باسم ارض العصفور. والغريب في الارض ديت ان الارض ديت جنب الترب، بينها وبين الترب شارع، والمشكله ان انت عشان تدخل الارض او تخرج من الارض لازم تعدي على الترب. دي حاجه على فكره متخوفش، ولكن اللي يخوف ان لما تعرف ان في اتنين ماتوا من فترة وبيظهروا في أرض العصفور.
بينا اخر الحكاية، انتهت بينا اخر الحكاية ان احنا كنا واقفين في ارض العصفور وحبينا نروح نبص على التربة، وانتهت بينا ان احنا واحنا بنخرج من ارض العصفور لقينا نفسنا في ارض العصفور تاني، لحد ما اغمى علينا لما سمعنا الموت انتظركم. انتهى بينا المطاف ان كل واحد فينا مرمي في اوضته، لما اغمى علينا بعد ما سمعنا الكلمة صحيت من النوم لقيت نفسي في اوضتي بالليل. قمت من سريري بسرعة وبصيت يمين وشمال ملقيتش حد، طلعت برا في الشقة ملقيتش حد برضو في الشقة، انا لوحدي. ما كنتش لوحدي لاني سمعت في الحمام صوت خبط ورزع قربت من الحمام، قربت من الحمام ولعت نور الحمام وبصيت جوه. الحقني يا حسين، الحقني بسرعه، اتصرف، اعمل اي حاجه، انا بموت. شايف ادهم صاحبي جوه بيتشد واحد، لا دول الاثنين اللي انا وهو شفناهم يوميها بيشدوه على تربه جوه الحمام. انا ما قدرتش اعمل حاجه، كل اللي قدرت اعمله وقفت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مالك يا ادهم؟ بقول له مالك يا ادهم، وانا شايف ان في اتنين بيجروه جوه تربه في الحمام. ما عرفتش اعمل حاجه، مش عارف اعمل ايه اللي انا شايفه ده. ما صدقتش نفسي لما سمعته مره واحده جه على وداني. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. ما صدقتش نفسي لما سمعته في وداني وانا واقف، والحمد لله ان انا كنت بحلم. قمت من النوم بسرعه، بصيت يمين وشمال لقيت نفسي على سريري ووالدي قاعد جنبي وامي واقفه وراه، وامي كانت بتعيط، ولقيتها جريت عليا حضنتني وقالت لي الف حمد لله على السلامه يا ابني. اشهد ان محمد، قلت لها في ايه يا ماما؟ امي بصت لي قالت لي انت ايه يا ابني اللي وداك هناك؟ قلت لها هو اداني هناك فين؟ هيا على الصلاه. قالت لي يا ابني احنا سمعنا صوت خبط ورزع مره واحده على الباب، لقينا الناس جايبينك من بيقولوا لنا احنا لقيناه في ارض العصفور. ده الكلام ده انت بعد ما خرجت بساعة واثنين وتلاتة واربعة وتأخرت برا البيت. الكلام ده كان الساعة حوالي 2 بالليل. ايه يا ابني اللي وداكوا هناك يا ابني؟ حي على الفلاح. انت من ساعة ما دخلت من باب الشقة وام ادهم اتصلت يجي 30 مرة، ام ادهم ما بطلتش اتصال،
وكنا كل مرة بنكلمها بنقول لها يا حسين لسه ما فاقش، لان انت فعلا كنت في غيبوبة. الناس جابوك وقالوا لنا لقيناه في ارض العصفور هو وثلاثة تانيين صحابه، وكل واحد فيهم روحوه على بيته. انت ايه متعرفش ان ارض العصفور ديت مش مظبوطة يعني؟ انت ايه اللي وداكوا هناك؟ قلت لها ايه اللي ودانا هناك؟ حكاية حكاية طويلة هبقى احكيها لك بعدين. ساعتها والدي يعني لقيته اتكلم وقال لا مفيش حاجة اسمها بعدين، هتحكي دلوقتي ولا؟ وانا والدي يعني ولا ديت عنده يعني عقابه صعب قوي. قلت له لا هحكي لك كل حاجة، بس ارجوك ارجوك يا بابا ارجوك يا ماما مش دلوقتي مش دلوقتي، ابوس ايديكو. انا عايز انام انا عايز انام انا انا تعبان وعايز انام، ممكن تتفضلوا؟ امي وابويا سابوني وقفلوا عليا الباب. ساعتها انا ما نمتش، انا جريت على التليفون وكلمت ادهم. امي ردت عليا ولقيتها بتعيط في التليفون وبتقولي ادهم ابني هيروح مني، انتوا عملتوا ايه؟ قلت لها في ايه بس؟ قالت لي مش هينفع، تعال لي انت واصحابك. قفلت معاها السكه وكلمت احمد، والغريب ان احمد كان بيكلمني بكل برود. اتصلت بيه لقيته رد عليا، قلت له ايوه يا زفت انت كنت هو ايه اللي حصل ايه اللي حصل النهارده؟ قال لي على فكره بس لما سمعنا الكلمه ديت انا كمان اغمى عليا، يعني انا ما اعرفش حاجه زيكم، يعني انت المفروض دلوقتي ما تزعقليش. انا قلت لكم نروح ارض العصفور، بس مش انا اللي قلت لهم ان هم بقى يجوا والكلام ده. قلت له على فكرة أم أدهم بتتصل بينا كل شوية، وشكل أدهم حصل له حاجة. قال لي ما هي اتصلت بينا كمان، ما أنا عارف. بص بقى هنروح له بكرة بكرة الصبح كده، أنا كمان هتكلم الولا علاء وأقول له. قفلت السكة مع أحمد وأنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أتصرف، تفكيري اتشل. هو أدهم صاحبنا حصل له إيه؟ أدهم شاف إيه قبل ما يغمى عليه؟ أنا تقريبا فاكر إن كان فيه عيون حمرة في الضلمة ساعتها، ولكني معرفش أدهم شاف إيه. إشمعنى أدهم الوحيد اللي يغمى عليه؟ إشمعنى أدهم الوحيد اللي انا شفته في الحلم؟ احنا كلنا اغمى علينا بس لما كلمت والدته قالت لي ان ادهم لسه ما فاقش، والدكتور قال ان هو هيفضل في غيبوبه ما لهاش ميعاد الغيبوبه، يعني ما يعرفش ممكن يقوم امتى. امه خايفه لما يقومش خالص. استنيت النهار بفارغ الصبر بعد ما صليت الفجر، وفضلت قاعد مستني في اوضتي، قاعد مستني. بمجرد ان جت الساعه 6 الصبح كلمت احمد وعلاء وقلت لهم يلا بينا احنا هننزل دلوقتي. قابلت احمد وقابلت علاء ومحدش فينا طايق يكلم التاني. حتى علاء اللي شخصيته ضعيفه فينا كان ماشي وهو ساكت تماما. احمد كان ماشي شويه يهزر وانا ابص له واسكت، وشويه يتكلم يقول يا ترى هما الاثنين اللي ماتوا دولت بقى يعني هنشوفهم بقى على طول بقى ويكونوا عاملين زي الجن والعفاريت ولا ايه؟ حسيت برعشه في ايد علاء واحنا ماشيين. علاء كان قدنا في السن بس كان مخ طفل صغير، كان خايف لدرجه يعني
كأنه شاف حاجه او كأنه حصل له حاجه. قربنا من بيت ادهم وخبطنا الباب، وساعتها حصل الاتي بالظبط. لقيت احمد نطق مره واحده وبيقول لها زهرتك يا طنط، ممكن نخش نكلم ادهم؟ الست فضلت ساكته ما بتردش علينا لحد ما لقيناها مره واحده قالت لنا ادهم، انتوا عملتوا ايه في ابني؟ احمد قال لها عملنا ايه؟ قالت له ادهم من ساعه ما جه امبارح بالليل والناس جابوه وهو نايم في السرير وعمال يقول كلمتين، الموت ينتظركم الموت ينتظركم. انت عملت في الولا ايه؟ انت، انا عارفك، انت اللي بتمشي العيال، انت اللي بتمشيهم على مزاجك وعلى كيفك، عملت في العيال ايه؟ احمد رجع الظهر لورا كده، لا 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 ما عملتش حاجه خالص، ما عملتش حاجه. طب هو دلوقتي ايه، صحه ولا لا؟ قالت لي ما اعرفش، خشوا شوفوه، ولا بلاش انتوا تعالوا ورايا. الست دخلت على اوضه ادهم وفتحت لنا الباب وبصينا جوه، لقينا ادهم قاعد على السرير. قاعد يعني ايه قاعد؟ يعني كانك نايم وقمت بظهرك مره واحده قعدت كده. فامه اتفاجئت بالمنظر، قالت لنا ايه ده، قام. انا وعلاء كنا داخلين مخروسين. واحمد دخل، احمد دخل وقعد جنب ادهم على السرير، وادهم ما بيعملش حاجه غير ان هو بيحرك عينه بس. انا بصراحه خفت من صاحبي. ادهم ما عملش حاجه غير ان هو فضل باصص لاحمد، ولقيته بيتكلم في سره. احمد قاعد جنبه بيقول له انت بتقول ايه يا ادهم؟ مش سامعك. طب انا هقرب منك هقرب منك. فاحمد قرب من ادهم كده بودانه عشان يسمع هو بيقول ايه. عرفت فيما بعد، بعد كده، ان ادهم كان بيقول لاحمد في ودانه الموت ينتظرك 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 الموت ينتظرك. كان بيقولها له بطريقه يعني انا وعلاء واقفين لان نبوء ادهم بيتحرك بسرعه مش طبيعيه. بعد كده ادهم بصلي بعينه وقال لي حسين، انا عارف انت شفت ايه النهارده، انت مش النهارده برضو شفتني وانا بسحب ناحيه القبر. قلت له ايوه انا حلمت بكده فعلا. انت عرفت منين يا ادهم؟ ادهم محبش يرد عليا، ادهم ما ردش عليا معرفش ليه. ادهم فضل باصص لاحمد ورجع بظهره على السرير ونام، غمض عينه ونام.
امه كانت واقفه معانا قالت لنا على فكره هو اول مره يعمل كده، هو ما صحاش من ساعه ما جه امبارح، وجريت عليه وقعدت تهز فيه وتقول له يا ادهم قوم يا ادهم. ادهم نايم زي الاموات. رحت لاحمد ومسكته من دراعه قلت له يلا بينا على بره، يلا بينا يلا بينا علاء يلا بينا. السلام عليكم وطن. السلام عليكم. خرجنا بره وقفنا قدام باب بيته، قلت له اقسم بالله انا مش هسكت على اللي انت عملته فينا. الله اعلم ادهم اللي حصل له، وانا محبتش اتكلم واقول انت عملت ايه، وانت عارف كويس انت عملت ايه، انت عارف كويس اوي المصيبة اللي انت عملتها. حد قال لكم تعالوا معايا؟ حد قال لكم تعالوا معايا؟ ما قلت لكوش تعالوا معايا، انا اقترحت عليكم اقتراح وقلت لكم تعالوا نروح ارض العصفور، انتوا وافقتوا مش مشكلتي. اللي حشني عن احمد ساعتها علاء، علاء اللي غريب اوي بصمته. كنت لسه هضرب احمد علاء مسك ايدي وقال لي حسين احنا عايزين نحل المشكله، المشكله مش هتتحل بالعافيه، عمرها ما هتتحل بالعافيه. بس قلت له مالك يا علاء انت كمان معاه؟ علاء ساب ايدي وفضل ساكت زي ما كان. بمجرد ان هو ساب ايدي مسكت احمد من رقبته، قلت له بقولك ايه، احنا النهارده هنروح الترب، هنروح الترب وهنشوف الحل في المشكله اللي انت وقعتنا فيها دي، عاجبك مش عاجبك هتيجي معانا، وانت كمان يا علاء هتيجي معانا. احمد بص لي قال لي هنروح امتى؟ قلت له الليله. نروح الليلة التراب. قعدت افكر في كل حاجة حصلت لنا، كل حاجة حصلت لنا من ساعة ما نزلنا ورحنا الارض لحد دلوقتي، وانا عمال افكر، دماغي عمالة تفكر. بما اني انسان طبيعي، واي انسان في الدنيا يعني بيجي عليه وقت ويكون عايز ينام، نمت. ما اصلا انا مش ملبوس ولا ممسوس ولا اي حاجة من الحاجات دي، نمت لاني يعني طول الليلة اللي فاتت ما نمتش، من بعد ما حلمت بالكابوس لحد دلوقتي. حتى كلمة أدهم اللي معلقة في دماغي لما قال لي أنت شفتني في الحلم، هو عرف منين؟ أحمد ده حكايته إيه؟ علاء اللي ساكت على طول ده ماله؟ هو أكتر واحد فينا ممكن أوقعه في الكلام هو علاء. وفعلا دخلت كلمت علاء، اتصلت بيه مرة واتنين وتلاتة ما ردش، كنت بكلمه على موبايله، جربت اتصل بيه على البيت، ولما اتصلت بيه على البيت ابوه رد عليا، ابوه رد عليا وصوته ساكت كده حزين كان، بس ابوه كان صوته شكل صوت واحد متضايق بجد. قلت له ايوه يا عمو ممكن بس اكلم علاء؟ قال لي علاء بص بقى انت احمد ولا حسين ولا ادهم؟ قلت له لا يا عمو انا حسين.
ابوه ما كانش يعرفنا لان انا اكتريت الوقت بتصل بيه على موبايله، يعني تقريبا دي المره الثالثه او الثانيه اللي اتصل بيه على الارضي. فقلت له لا يا عم انا حسين، ممكن اكلم علاء؟ قال لي اه عايز تكلم علاء. علاء بقاله 3 ايام ما رجعش البيت. ايه؟ نعم حضرتك بتقول كام يوم؟ 3 ايام. 3 ايام يا ابني من ساعة ما خرج معاكو انتوا التلاتة اخر مرة وهو ما رجعش البيت. احب اقولك ان احنا دورنا في كل حتة في مصر ما لقيناهوش. دورنا في اسام الشرطة، في المستشفيات، في كل حتة انت ممكن تتخيلها. كنت مستني حد فيكم يتصل بس ما حدش فيكم اتصل بصراحة. وبما ان انت اتصلت بقى يا حسين، ممكن اعرف بقى اللي حصل؟ عملته في ابني ايه؟ قلت له ما عملتش حاجة. ده احمد صاحبنا هو اللي قال لنا نروح هناك، نروح ارض العصفور. الراجل انهار اول ما قلت له على ارض العصفور. الراجل قال لي نعم ارض العصفور، انت رحت ارض العصفور؟ ايه اللي وداكوا هناك؟ رحت هناك ليه يا ابني؟ قلت له ما قلت لحضرتك انا ماليش دعوه، هو احمد اللي قال لنا نروح هناك. قال لي احمد، طب هات نمره احمد ده، هات نمرته. قلت له حاضر. وديت ابو علاء نمره احمد، وانا بقول له النمره وانا بدي له رقم، والباب بره عمال يخبط من المنظر ده. اديت النمره للراجل وقلت له معلش بس ثانيه واحده خليك معايا. انا اول ما قلت له خليك معايا اصلا الراجل قفل السكه في وشي. قربت على الباب وفتحت لقيت والدتي واقفه بتقول لي ام ادهم بره مستنياك، ام ادهم عايزاك في حاجه معرفش في ايه. قلت لها حاضر. طلعت الام ادهم لقيتها قاعده وما بتتكلمش. قلت لها ايوه ادهم، حضرتك عايزه حاجه مني؟ قالت لي بقولك ايه يا ابني، ممكن تحكي لي بقى انتوا عملتوا ايه؟ لان انا مش مستريحه ومن ساعه اللي انتوا عملتوه ده وادهم لسه نايم. عايزك بص ما تخافش مني، عايزك بس تقعد تحكي لي اللي حصل. احكي لك اللي حصل. طب اقول لها ايه دي؟ طيب قالت لي عايزاك تحكي لي اي حاجه، اي حاجه، ابوس ايدك ابوس ايدك، قول لي اي حاجه عشان لو ابني في حاجه الحق اروح اعالجه، لو تعبان او اي حاجه بس ارجوك قول لي. انا امي يا ابني، انت مش هتحس باحساسي. وبما ان كمان امي واقفه ومش عارفه ايه اللي حصل فانا اضطريت احكي، ولما حكيت للاثنين. اول كلمه قلتها لهم قلت لهم احنا كنا في ارض العصفور. الست لقيتها بترقع بالصوت، وامي قالت لي نهارك اسود اما نادي ابوك. لقيت امي دخلت ناديت ابويا من جوه، والست عماله تلطم وتقول لي انت ما لقيتش غير الارض ديت اللي تروحها؟ ما لقيتوش غير المكان ده اللي تروحوه؟ قلت لها على فكره مش انا اللي قلت لهم، ده احمد صاحبنا هو اللي قال لنا ان احنا نروح. قالت لي وانتوا اي حاجه احمد يقولها لكم تروحوا؟ انا كنت عارفه ان هو السبب. انت يا ابني متعرفش اللي حصل هناك ولا ايه؟ ساعتها وهي بتتكلم لقيت والدي ظهر بقى، ولاول مره حسيت ان هو يعني هياخد موقف. كنت خايف احكي له بصراحه، يعني مع اني كان نفسي احكي له في نفس الوقت عشان عارف ان هو ممكن يتصرف من البلوه اللي احنا فيها. ابويا اول ما شافني قال لي ارض العصفور، هدى الست اللي كانت قاعده بتلطم وقال لي اهدى، اقعد اهدى وركز معايا واحكي لنا ايه اللي حصل. انا مش هعمل لك حاجه ولا هعمل لك ولا هاذيك ولا هشتمك ولا اي حاجه.
لان انا عارف ان انت بتخاف مني، بس انت دلوقتي في مشكلة وانا دوري ان انا احلها لك. قول يا ابني رحت ليه هناك؟ وبدأت احكي لابويا كل حاجة من ساعة ما خرجنا من البيت يوميها لحد دلوقتي. حكيت لوالدي، والدي قال لي بص احنا بكرة الصبح هنلم كل اهل البلد ولازم نطلع على التربة اللي انت بتتكلم عليها دي، لازم نشوف حل في الموضوع ده. وانت الليلة دي تفضل في البيت، تفضل في البيت الليلة دي ما تطلعش. قلت له لا ما انا هفضل الليلة دي، ايوه مش هطلع. كنت بقول له الكلام دوت وانا متأكد 100% ان انا مش هقدر اسمع كلامه، لان انا اصلا متفق مع صحابي، متفق مع احمد وعلاء ان احنا هنخرج الليلة دي. الستة فضلت واقفة وهي شايفين انا وابويا بنتكلم، قالت لنا طب وابني؟ راح ابويا بص لها قال لها بقول لك ايه يا حاجه، خلي ابنك عندك في البيت، حاولي ما تخرجهوش. بصيت له بدات تعيط تاني، قالت له ما انا جاي لكم عشان كده. بعد ما انتوا مشيتوا النهارده من عنده، قمت دخلت الحمام، رجعت اوضته عشان اطمن عليه، ما لقيتهوش. قلت لها الكلام ده كان من امتى؟ قالت لي الكلام ده من حوالي ساعتين. ما عرفتش اعمل ايه، ما عرفتش اتصرف. قلت اجي لك انت عشان انت الوحيد اللي ممكن تفيدني. اتصلت بعلاء في البيت وابوه رد عليا وقال لي ان هو مش موجود تقريبا، بقاله كام يوم في البيت، ودي برضو حاجة غريبة. واحمد كل ما اتصل بيه ما يفيدنيش بحاجة، ما لقيتش غيرك انت اللي اجيله. ابويا قال لها طب ممكن تبقى حاجه ترجعي بيتك دلوقتي عشان الوقت اتاخر، وانا بكره هعلم الرجاله وهنتصرف في الموضوع ده. الكلام ده كان على حوالي الساعه 5 المغرب. دخلت فضلت قاعد في اوضتي لحد ما الساعه جت 11 بالليل. اتسحبت زي الحراميه ورا الاوضه لحد ما لقيت اهلي نايمين، اهلي ناموا. رجعت تاني كلمت في الموبايل وكلمت احمد. قال لي ايوه حسين، بص قابلنا قدام مدخل التراب بالظبط، انا معايا علاء وفي مفاجاه كمان محضرها لك. قلت له مفاجاه ايه يا زفت؟ الله يخرب بيتك، اهل العيال ديت عرفوا باللي حصل؟ اللي عرفوا منين؟ قلت له انا حكيت لهم. وانت بتحكي لهم ليه تتصرف من دماغك انت؟ قلت له طب اعمل لك ايه؟ اهلهم جم هنا البيت وابو علاء كلمته. قال لي ايه ده كلمت ابو علاء؟ كلمته قلت له ايه؟ قلت له ان سالته على علاء، قال لي علاء مش موجود. قال لي طب تمام يلا بينا. هو قال لك كده بس يعني؟ قلت له قال لي كده بس. قال لي طب يلا تعالى لنا. لما لبست هدومي وخرجت من البيت ووصلت قدام مدخل التراب كانت الساعه 12 بالدقيقه. دخلت وقفت عند مدخل التراب ما لقيتهمش. سمعت صوت من جوه التراب بيقول تعالى هنا. كان صوت احمد. دخلت جوه وقابلت احمد، بس مفاجأة مصيبة اني لقيت احمد واقف ومعاه علاء ومعاه ادهم. قلت له ادهم ما بيردش عليا. بصيت لاحمد قلت له الله يخرب بيتك
العيال ديت اهلها بيدور عليها، انت بتعمل ليه كده؟ احمد ضحك كده ضحكه خفيفه، قال لي عادي يا عم، مغامره وتسليه، انت مش كان نفسك برضه تخش مغامره؟ قلت له مغامره ايه بس، مغامره ايه وانت والعيال ديت اهلها بتدور عليها؟ ما ترجعهم لبيوتهم يا ابني. قال لي شش وطي صوتك انت في التراب، وفي التراب المفروض توطي صوتك لان ده مكان ليه حرمته، مش كده برضه ولا ايه يا رجاله؟ ادم وعلاء واقفين جنبه زي المومياوات. واقفين جنبه زي المومياوات اللي ما بيتحركوش ولا حتى بيتكلموا. انا احمد لاول مره تقريبا بدات اخاف منه. لقيته بيقول لي هتيجي ورايا ولا ممكن يا هما يجولك؟ عادي جدا على فكرة، هما أصلا ساكنين معانا في كل حتة وساكنين في التراب دلوقتي، تحب تيجي معايا بالذوق ولا خليهم ييجوا؟ انت دلوقتي مش هتهرب، اوعى لما تفتكر نفسك ان انت ممكن ترجع بظهرك وتجري من الباب اللي دخلت منه، مش هتهرب لان الباب دلوقتي زمانه اتقفل. والله بص من قبل حتى بتكلم اهو، لا من قبل ايه، وانا بتكلم الباب اتقفل اهو. ها كنا بنقول ايه، اه هتيجي بقى معايا ولا ايه؟ قلت له انت ناوي على ايه يا احمد؟ بص ما تركزش معايا قوي، انا ناوي على اللي ناويه بقى. قلت له انت عملت حاجه فيهم؟ هما العيال ده ساكتين كده ليه؟ قال لي لا 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 ما تخافش، مش انا اللي عملت، والله مش انا اللي عملت. قلت لهم مين اللي عمل؟ قال لي هما، انت تعرفهمش ولا ايه؟ ده انت حتى شفتهم كذا مرة. هقولك على حاجة حلوة قوي، ساعة ما انا كنت قاعد جنب ادهم على السرير وانا قربت منه، انا كنت بقول له حاجة في ودانه، هو كان ساعتها بيقول لي الموت ينتظركم، وكان بيقول لي بصوت واطي كده خفيف الموت ينتظركم الموت ينتظركم، انا ما كنتش فاهم معنى الكلمة بصراحة، بس انا قلت لادهم في نفس الوقت يقول لك حاجة، يقول لك ان هو عارف ان انت شفته في الحلم وهو بيتجر ناحية التربة. حب اقول لك على حاجه بقى، مش ادهم اللي شافك وانت بتتجر، ولا علاء شافك ان انت بتتجر، انا اللي شفتك وانت بتتجر، انا شفتك وانت بتتجر في التراب، بس اللي كانوا بيجروك ما كانش الاتنين اللي ماتوا، اللي كانوا بيجروك كان ادهم وعلاء. انا بس عشان طيب مش هخليهم يجروك ولا حاجة، هخليهم يفضلوا واقفين كده، بس انت لو عملت اي حركة مش طبيعية او خوفتهم او خوفتنا هتزعل مننا جامد، هتزعل مننا جامد قوي. انت مش كنت عايزنا نيجي ارض العصفور؟ مش انت قلتنا نيجي ارض العصفور؟ بص احنا مش هنروح ارض العصفور بالتحديد، لان الحادثة اصلا ما حصلتش في ارض العصفور، الحادثة حصلت في التراب هنا. من فترة سمعنا ان في اتنين اتقتلوا هنا، الحادثة كانت بطريقة غريبة قوي، والناس قالوا ان في كلاب مسحورة نطت على اتنين شباب كانوا بيتمشوا في التراب بالليل، وفضلت الكلاب تنهش في لحمهم لحد ما قطعت لحمهم كله، ولقوا جثة الاتنين الشباب مرميين قدام مدخل التراب، بس قدام مدخل التراب من ناحية ارض العصفور مش من ناحية الشارع.
واللي ظهر بعد كده واتقال ان في اتنين ماتوا بالطريقة مش طبيعية، وان التراب من ساعتها وهي ملعونة وفيها لعنة. بس انا مالي، انا مالي، انا مكنتش عايز اعمل حاجة زي كده، ما كانش بايدي والله، ما كانش بايدي يا حسين، والله ما كان بايدي يا اصحابي، ما كانش بايدي يا ادهم، ما كانش بايدي يا علاء، ما كانش بايدي اللي انا عملته ده. ساعتها قلت له انت عملت ايه، انت عملت ايه بالظبط، انا اتمنى عليه وعايز تعمل ايه بالظبط، انا كنت غلطان لما قلت لكم ان احنا نيجي ارض العصفور، انت عايز ايه يا احمد بالظبط، انت ليه بتعمل في عيال دي كده؟ قال لي عشان واحد من الاتنين اللي ماتوا دولت، واحد من الاتنين اللي ماتوا دولت كان اخويا. اما التاني اللي كان معاه ده كان صاحبه. الاتنين اتقتلوا بطريقة مش طبيعية. الاحداث دي عرفتها منين؟ عرفتها من اخويا، عرفتها من اخويا بعد ما مات. قلت له نعم، عرفتها من اخوك بعد ما مات ازاي؟ قال لي ما اخويا من بعد ما مات واخويا يوميا بيظهر لي في احلامي، اخويا يوميا بيوريني الحادثه اللي حصلت له. ساعه ما اخدت علاء وانت وادهم ماشيتوا في طريق غلط، اخويا كان مستني اللحظه ديت بفارغ الصبر عشان يظهر هو وصاحبه العلاء. ظهروا العلاء الاول بعد كده ظهروا لكم انتوا. وعلاء زي ما انت شايف اهو من ساعتها وهو لا بيصد ولا بيرد ولا بيعمل اي حاجه. اما ادهم بقى معرفش لما شافهم ايه اللي حصل له بصراحه، بس من كلام اخويا بعد ما اخر مره شفته قال ان هو لازم الكلاب تقتل حد فينا، لازم الكلاب تموت حد فينا بنفس الطريقة اللي هم ماتوا بيها. هو ده تمن دخولك المقابر، تمن دخولك المقابر وتمن اللي انت عملته في المقابر في التراب. قلت له ما عملتش حاجة على فكرة، انا ما عملتش حاجة. قال لي لا عملت. ازاي بقى؟ هقول لك انت عملت ايه، بس دلوقتي تيجي معايا بالذوق ولا مش هيحصل لك. طيب اجري واعمل اللي انت عايزه في التراب، التراب واسعه ولكن ابوابها مقفوله واسوارها عاليه، يعني مش تعرف تنط من على سور مثلا. واتوه واحنا بالليل زي ما انت شايف. خد امسك الكشاف ده، حدف لي كشاف وده علاء كشاف. قال لي انتوا الاثنين بقى هتنزلوا التراب، هتنزلوا تحديدا تربة فيها جثتين، جثتين انت تعرفهم قوي وانا كمان اعرفهم. اتفضل قدامي احسن ما يحصلك حاجة تانية. عملت ايه؟ ما قدرتش اعمل حاجة بصراحة غير ان انا فضلت ماشي. مشيت معاهم لحد ما وصلنا للتربة، مركزتش في الاسم كان مكتوب ايه، بس لقيت مكتوب على عنوان التربة الموت ينتظركم، هنا يركض المرحوم. مكملتش بقية الاسم، لقيت احمد زقني جوه وقال لي علاء خش معاه، انا هفضل واقف هنا مع ادهم. انت عارف يعني انت مرمي جوه تربه؟ اعرفك يعني ايه مرمي جوه تربه. جوه التربه بيكون هدوء تام، هدوء تام وضلمه،
طالما مش بتقدر حد تشوف مش بتقدر حد تشوف كف ايدك. معيش غير كشاف، وعلاء معهوش غير كشاف. ده لو علاء اصلا انا معرفش مين اللي معايا ده. علاء عمره ما كان كده. هو شخصيته ضعيفة، لكنه عمره ما كان كده. دخلت جوه التربة، والترب بتاعتنا ليها سلالم، وتنزل وتلاقي الأرض. فبالطبيعي لما أحمد زقني اتكعبلت في كام سلمة، بس بعد كده نزلت عادي. لما نزلت قعدت أبص يمين وشمال، وأنا مش عارف أحمد عايز مني ايه. أحمد لقيته فوق ساعتها كأنه سمعني وقال لي: بص بقى، عايزك تدور بالكشاف كده يمين وشمال، عايزك تدور لي على حاجة. قلت له ايه؟ قال لي: عايزك بس تجيب لي شعر من حد ميت، شعر من الجثتين اللي انت هتلاقيهم قدامك دول. قلت له: انت عرفت منين ان هناك في جثتين؟ قال لي: ما تقلقش، هتلاقي جثتين. بصيت يمين وشمال لحد ما رجلي خبطت في رجل حد نايم، في رجل جثة نايمة. فضلت امشي بنور الكشاف على جسمه، وانا ان الهدوم ديت شفتها في حتة قبل كده. دي هدوم مين دي؟ لحد ما بصيت على الوش لقيتها جثة ادهم. بالعقل كده هتقول لي الجثة التانية اللي هتكون جثة مين؟ هقول لك جثة علاء. وفعلا اول ما دورت الكشاف على الجثة اللي جنبها لقيت وش علاء. لما لفيت بالكشاف بتاعي لورا عشان اشوف مين اللي معايا ده، بمجرد اني بلف الكشاف لورا بصيت لعلاء، وعلاء فضل بصيت لي وبدأ يضحك. ايه علاء مالك؟ ايه انت ايه بالظبط انت؟ وساعتها علاء بدأ يتكلم، بس لما بدأ يتكلم اتكلم بصوت مش صوت علاء خالص. انا مش علاء، انا مش علاء. بص، ما اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه، ولكني مش علاء. علاء جثته مرمية على الارض قدامك اهي. ممكن تسميني زي ما تسميني بقى، سميني جن، سميني روح، سميني شيطان، سميني اي حاجة انت عايزها. احب بس اقولك على حاجة في البداية، احب اقولك على حاجة في البداية. انت دورك هيجي بعديه، وانت مش هتطول على فكرة، لان انت اصلا نهايتك قربت يا حسين. عارف يعني ايه نهايتك قربت؟ وهو بيقول الكلام ده وسمعته واحد تاني من ورايا بيقول لي: كنت مستنيك، اتأخرت ليه بس؟ كويس ان احمد بيسمع الكلام وسمع كلامي وجابك لحد هنا. قلت لهم: يعني ايه؟ يعني انا هموت؟ الاتنين ردوا عليا في نفس واحد، قالوا لي: اه هتموت دلوقتي. حسيت بالمكان ان في حرارة بتزداد فيه، حسيت ان في كذا عين حمراء بتبص لي من كل ناحية. بس ساعتها ما سمعتش غير حاجة واحدة بس، صوت خبط على باب القبر. خبط خبط بصوت عالي، لحد ما حسيت ان باب القبر اتكسر، باب حديد ضخم. حسيت بيه وهو بيتكسر. سمعت صوته وهو بيتهبط في الحيطة. لقيت راجل نازل بسرعة وشدني من دراعي وطلع بيا جري وقفل الباب تاني. وساعتها انا فقدت الوعي. صحيت تاني يوم لقيت نفسي في بيتي، لقيت نفسي في بيتي وانا محاط بناس ياما قوي، ناس من اهل بيتي، امي وابويا وثلاث شيوخ، وكان منهم شيخ واقف في النص كان عمال يقول كلام.
انا في الاول ما كنتش سامعه، بس بعد كده وداني بدات تحرقني، وداني بدات تحرقني عشان اسمع كلام. كان القران ما كانش حاجه تانية، بس انا مش قادر استحمل ان انا اسمعه، مش قادر اسمعه، وداني بتتحرق وجسمي كله حاسس ان هو بيتنفض. انا مش قادر اتحكم في جسمي. الموضوع كان بالنسبه لي عذاب. عدت عليا ساعات وانا عمال اتعذب في السرير، ومكلبشني في السرير، ربطني في رجل السرير وفي ايد السرير عشان ما اتحركش. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، الا باذن الله. بعدها غبت عن الوعي تاني. صحيت لقيت شيخ منهم قاعد جنبي بيقول لي بص يا ابني، اللي حصل لك الفتره اللي فاتت ديت، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه دي حاجه احنا بنسميها لبس. سمعت عن اللبس؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بي؟ انا كان بقي مشلول، بقي ما كانش عارف يتكلم. قال لي بص، انا عارف ان انت دلوقتي مش عارف تتكلم. اللبس ده بيتم بما ان بيكون جن او شيطان بيتجسد في هيئه حد، بعد كده بيبتدي يمس الانسان بطرق غير مباشره، بحس انه وصل الانسان لاعلى طرق الكفر والشرك بالله. انت ما شركتش ولا كفرت، انت اتاذيت بطريقه ما، انت دخلت مكان المفروض ما تدخلهوش، دخلت تربه. يا ابني المكان ده ليه حرمته؟ انت ما تعرفش كده ولا ايه؟ عموما يا بطل، انت هنا بقالك حوالي اسبوعين. اسبوعين، هو الوقت ممكن يكون بيعدي معاك صعب كده. في الاول انت على فكره كنتش يعني، كان الموضوع شديد معاك قوي، لكن دلوقتي الموضوع هدا نوعا ما. عايزك بقى بطل كده تقوم وتصحصح، عشان ايه؟ في ناس هم مستنيينك، امك ابوك مستنيينك، امك ابوك مستنيينك عشان نفسهم يسمعوا خبر حلو. انا دلوقتي هطلع اطمنهم واقول لهم ان انت فقت وايه تقريبا كده، يعني ممكن تقول ان انت دلوقتي 40% علاج. انت دلوقتي 40% اتعالجت. عايزك بقى دلوقتي ايه؟ تفوق وتصحصح كده، وتحاول تتمالك اعصابك وتقرب من ربنا شويه. عارف ان الموضوع صعب، حاول تصلي وحاول تتقرب من ربنا. كنت عايز اقول لك كمان، صحابك اللي منه اللي فاتوا اتصلوا بيك و يعني هيموتوا عليك. بص يا ابني، انا مش فاكر الاسامي بالظبط، بس تقريبا واحد منهم اسمه احمد. والتاني اسمه ادهم. والتالت اسمه علاء تقريبا. الشيخ هو بيقول الاسماء ديت، لقيت الاتنين اللي انا شفتهم في ارض العصفور، شفتهم والله العظيم شفتهم. كانوا واقفين ورا الشيخ، كانوا واقفين ورا الشيخ وبيبصولي، بس كان واقف معاهم احمد، كان واقف وبيبصولي وبيضحك. ما كنتش قادر اتكلم، افتح بقي للشيخ، ما كنتش قادر. كل اللي قدرت اعمله اني اكتب واسجل. انا مش مجنون، انا مش مجنون، انا هو بيقول ان انا ملبوس. ما اعرفش ده الكلام ده بجد ولا لا، بس انا ساعات بكون في احسن حالاتي، وساعات بكون انسان طبيعي زي دلوقتي وانتوا بتسمعوني. انا ما عنديش صرع على فكره، بس انا ساعات ما بكونش انا، ساعات بحس ان انا واحد تاني، بتكلم بطريقه مختلفه، بشوف حاجات مش حقيقيه. لما ساعات بتجيلي الحاله دي، لما بتجيلي الحاله دي بيعملوا فيها حاجه غريبه قوي. هقول لكم في الاخر بيعملوا فيه ايه، بس دلوقتي عايز اقول لكم اللي بيحصل لي. امي ابويا بيعاملوني ان انا مجنون. انا مش مجنون، وهم عارفين ان انا مش مجنون، هم فاكرين ان هم كده بيعالجوني. انا مش بنام، انا عندي حاله بتخليني ما بنامش، بفضل صاحي ليل ونهار، ممكن اقعد بالاسبوع ما بنامش ولا بيحصل لي حاجه. ولما بنام بنام لفتره طويله، لدرجه ان انا مره نمت صحيت واهلي قالوا لي ان انا نمت شهر كامل. بس الفترة الأخرانية ده الموضوع اتأزم قوي، الموضوع اتأزم قوي، إن أنا بقيت كل يوم بقوم من النوم بشوف صحابي التلاتة واقفين بيكلموني، وساعات بشوف الاتنين اللي أنا شفتهم في أرض العصفور واقفين بيكلموني وبيقولوا لي كلام غريب، إن الموت مستنيني. معرفش دي الحاجات اللي كانت بتحصل لأدهم قبل ما يموت ولا لأ، بس أنا متأكد من حاجة، إن صحابي ماتوا،
اللي اتصلوا بيا دول ناس تانيين، انا مش عايز اكلمهم وخايف اكلمهم دلوقتي، بس انا متاكد ان اخبارهم ما تسرنيش، وانا مش عايز اعرف اخبارهم ايه. ام ادهم من وقت للتاني بتيجي وبتعرف اخباري، وانا متاكد ان هي بتروح تحكي لاحمد او ابنها اذا كانوا حقيقيين، الله اعلم. معرفش اللي بيحصل معايا، معرفش. احب اقول لكم اللي بيحصل معايا ايه. انا كل مره بتجيلي الحاله وبشوفهم بقوم تاني يوم الصبح، بقوم تاني يوم الصبح على الصوت ده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله توكلت على الله واستعنت بالله واعتصمت بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الرب من العباد، 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 حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، 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 يا فعال لما تريد. نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تبطل سحر الساحرين، 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 وترد أذى الجن والشياطين. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هزم الأحزاب، هزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا نصرة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في نصرنا، يا غارة الله. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا نصرة الله، فأقرب الشيء منا نصرة الله، فأقرب الشيء منا نصرة الله. يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة، جد السير مسرعة، جد السير مسرعة، في إخراج كل عارض، في إخراج كل عارض. وقل لخادم السحر يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة، جد السير مسرعة، جد السير مسرعة، جد السير مسرعة، في إخراج كل جن خادم سحر يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس،
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 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 فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 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 يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 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 يا قومنا أجيبوا داعي الله
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله, يا قومنا أجيبوا داعي الله, يا قومنا أجيبوا داعي الله, يا قومنا أجيبوا داعي الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين, 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 ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا, 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 أينما تكون يأتي بكم الله, أينما تكون يأتي بكم الله, أينما تكون يأتي بكم الله جميعا, أينما تكون يأتي بكم الله جميعا, أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين, ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح, كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, ومأواه النار, وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, وما من إله إلا إله واحد, وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا, إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد, لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب, دحورا ولهم عذاب واصب, دحورا ولهم عذاب واصب, دحورا ولهم عذاب واصب, دحورا ولهم عذاب واصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد.